بخطوات متفائلة يحدوها الأمل لغد أفضل، توجهت الطبيبة قرشكونة تاتيانا صاحبة 6 عقود باكرا إلى صندوق الاقتراع بمركز 24 فبراير بولاية المدية على غرار كل الجزائريين، وذلك للإدلاء بصوتها واختيار من ترتضيه رئيسا للبلاد. أنا دوريجين روسية، زوج ما جزائري، ملا مولبيتي جزائري، ولادي جزائري. في 89 شاك فوت راني حنا باش كون رير خير الجزائر. Un peu de changement, un peu d'amélioration dans tous les domaines. ووسط ظروف تنظيمية وأمنية محكمة وبحضور مراقبين ممثلين عن بعض المترشحين إلى جانب ممثلين عن لجنتي الإشراف والمراقبة للرئاسيات، توفد سكان عاصمة طيطري منذ الساعات الأولى من عمر العملية الانتخابية إلى مكاتب التصويت. كانت عملية منظمة، عملية يعني المركز لما فتح على الساعة 8 كان بزاف فيه بوكو دموند جاو باش ينتخبوا وبصفة منتظمة. مراقبة تاعنا ومتابعة لجميع المكاتب في 7 المركز رقم 17 عادية جدا، كل شيء متوفر وما كان حتى تجاوزات لحد الساعة. لحد الآن الحمد لله ما كان حتى تجاوزات، صوف التنظيم شوية راهو غاشي، راهم يدخلوا للمكاتب الداخل، يعني ما يدخلوا شريح وبرا يدخل بالواحد. ما عدا هذا ما كان حتى تجاوز، كاين اللي ما يلقاش اسمه في القائمة هنايا، يبحثوا على المستوى البلدية يقولوا اسمه يعاود يجي لهنايا. الفئات العمرية تعددت في موعد اختزلت فيه كل المعايير وحضرت فقط الوطنية، أما التطلعات فعنوانها مستقبل أفضل للجزائر. جيت نفوطي هذه المرة الأولى تاع رئاسيات، جينا خير رئيس تاع البلاد اللي بدا تاع بلي تهلا في ليجان، باش ما يكون جديد إن شاء الله. إن شاء الله يتهلا في ليجان، ماشي كيما كل خطرة وعود، هذه المرة إن شاء الله في البلوة تاعهم، وأنا جينا ندير واجب ونستناو في الحقوق ديالهم. ونتمنى إن شاء الله الرئيس اللي يجي يكون مليح مع الشعب ومليح معنا ويسق منا البلاد ونعيشوا من الشرق للغرب خواء. جيت معايا أولادي باش نعلمهم كيفاش طريقة الانتخاب، يكبروا غدوة ثاني كيعرفوا كيفاش ينتخبوا. في عمري 87 وجيت نفوطي على بلادي على الجزائر، باه نبقاو مهنيين إن شاء الله وربي ينزل الرحمة، الله يشوف كاع للأمة والله يعجل الأخوة كاع تتصافي. أنا جيت مثلت الجزائر وراني فوطيت على بلادي وخيرت المرشح اللي يعجبني البروغرام تاعو، وان شاء الله نتمنوا الامن والاستقرار للبلاد هذه وتحيه الجزائر. عقب 3 أسابيع من استعراض العضلات اللفظيه، الكلمه اليوم كانت للناخبين، اما لثام القاضي الاول للبلاد فستميطه عمليه الفرز.